بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ها هو سعد العتيبي يحييكم بأجمل تحية مع هذه الانطلاقة، ولا زالت رحلة البحث عن الناموس تتواصل في أفق هذا الميدان، جوهرة الميادين، ميدان الشحانية الذي يستضيف هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا الذي نعيش رابع أيامه على التوالي، مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ها هي مغرية تقود هذه الجموع في الشوط الخامس للجذاع البكار لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل جائزة سوزوكي صالون مقدمة من شركة التيسير للسيارات. مغرية تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ويضمر مغرية السيد مسري بن سالم بن عرطي الحميري، بينما النقلة على بن صوغان. بن صوغان هي الآن اللي في ثاني المراكز وتعود ملكيتها إلى سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ويضمرها السيد سعيد بن عبد الله بن حميدات الجتبي، بينما النقلة على المركز الثالث. النقلة على ثالث المراكز اللي أرى في شعار الذيبة. الذيبة هي الآن اللي في ثالث المراكز وتعود ملكية الذيبة لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين، ويضمر الذيبة السيد ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، بينما النقلة على المركز الرابع. المركز الرابع الجوهرة وتعود ملكية الجوهرة لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير ويضمرها السيد ناصر بن صرير المري، بينما النقلة على المركز الخامس. النقلة على المركز الخامس وأرى فيه القدوم القوي من اللي تحتل المركز الخامس، الداودية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ويضمرها السيد راشد بن حمد بن غدير، بينما الداودية في سادس المراكز وتعود ملكية الداودية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ويضمها العنيد علي بن قريع المري، بينما النقلة على المركز السابع. النقلة على الفائزة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان النهيان ويضمها السيد صالح بن سعيد بن العرج المري، بينما النقلة على المركز الثامن. النقلة على نسيم في المركز الثامن لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد ويضمرها الغيلاني سالم بن علي الغيلاني، هو اللي يضمرها اللي في المركز الثامن نسيم، بينما النقلة على المركز التاسع. المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم يضمرها، بينما النقلة على المركز العاشر اسمها القاهرة اللي في تاسع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم هو اللي يضمرها، بينما النقلة على المركز العاشر. النقلة على المركز العاشر وتعود ملكيتها لسمو الشيخ سيب بن محمد بن خليفة النهيان ويضمرها السيد حميد الوهيبي. هكذا انهينا النداء الاول على حضراتكم لنعود الى مقدمة هذا الشوط ولنرى شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على ظهر مغرية التي اعلنت اندفاعة الفوز لمغرية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ويضمرها احد الفطاحلة احد العمالقة في عالم التضمير مسري بن سالم بن عرطي الحميري. وروح يا ابو مسري، روح للزوزوكي. زوزوكي سيارة مقدمة من شركة التيسير للسيارات لصاحب المركز الاول. مغرية لا زالت في مقدمة هذا الشوط ومغرية تقدم عروض مغرية على أرضية ميدان الشحانية اللي تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وبرفقة مضمرها القدير مسري بن سالم بالعرضي، بينما النقلة على المركز الثاني. النقلة على المركز الثاني ونشوف الآن اللي في المركز الثاني اللي تنافس مغرية اللي هي بنت صوغان أو قالوا لي الطيارة هي الآن في ثاني المراكز لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ويضمرها السيد سعيد بن عبد الله بن حميدات الجتبي، والكابتن سعيد بن عبد الله بن حميدات
الكتبي هو اللي يقود الطيارة إلى ناموس هذا الشوط اللي هي في ثاني المراكز، بينما الداودية في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر العنيد علي بن قريع المري هو اللي يضمرها، والنقلة على وجود يا سلام اسم جديد اسم جديد اسم جديد يتدخل لوجود، ووجود على أرضية ميدان الكرم والجود، يا سلام يا وجود لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي اللي يضمرها، والنقلة على المركز الرابع، المركز الرابع الفائزة تدخلت بكل قوة إلى المركز الرابع وانتزعت ثالث المراكز لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان النهيان وصالح بن سعيد بالعرج اللي ضمر الفائزة، بينما النقلة على المركز الخامس اللي هي مزايا لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان، ويضمر مزايا السيد محمد بن غريب بن راشد الكتبي، والنقلة على المركز الخامس، يا سلام الدخول، الدخول من هناك من عند بن شريم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اللي هي القاهرة، ولكن أيضا تدخل، تدخل من شعار الشيخ عبد الله بن علي آل ثانية تدخل إلى ثالث المراكز، يا سلام الدخول 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 من حاملة الرقم 18 اللي هي الهدرة، الهدرة غيرت إلى ثالث المراكز للشيخ عبد الله بن علي آل ثاني وأول مرة تدخل عالم الإذاعة، وأيضا ضمرها ظافر بن راشد الهاجري، بينما النقلة على القاهرة اللي في رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم يضمرها، والمركز الخامس مزايا لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان، والمركز السادس لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد اللي هي نسيم، والمركز السادس الداودية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعلي بن قريع المري يضمرها، والناك الفايزة في سابع المراكز لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان النهيان وصالح بن سعيد بالعرج المري يضمرها، الله تدخل 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 من بنت عجلان، تدخل قوي من بنت عجلان إلى المركز السادس، وتعود ملكيتها إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة الثاني، والمرعب ناصر بن مسور الشوان اللي ضمرها. خلونا نعود نعود عندما اقتربنا من لوحة الألف متر الأخيرة لنرى لنرى لا زالت لا زالت، ولكن تغيير تغيير من وجود على مقدمة هذا الشوط، ووجود تقول عندي السبق موجود، وجود لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أعلنت أعلنت المغادرة بناموس هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم واسمها وجود وأحمد بن سلطان بن رشيد، ولكن مزايا مزايا بدأت أيضا في الانطلاقة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان، وأيضا مرا بن غريب السيد حمد بن غريب، والمركز الثالث القاهرة، القاهرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم المري يضمرها، والهدرة أيضا قادمة بكل قوة للشيخ عبد الله بن علي آل ثاني وظافر بن راشد الهاجري، وخلونا خلونا مع مزايا ومع وجود، الله يا سلام مزايا وجود، وجود ومزايا والأربعمائة متر الأخيرة، وأقلع نقلع عن مزايا ووجود، لا زالت لا زالت مزايا، وهذه المزايا الرائعة من هذا الشعار، شعار سمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لا زالت مزايا، ولكن عادت وجود، عادت وجود إلى دائرة المنافسة، وها هو صراع البقاء في المقدمة، ولكن مزايا يا سلام، تهانينا إلى المقام السامي لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان على هذا الفوز المستحق، والتهاني أيضا لمضمر السيد حمد بن قريب، وجاءت في المركز الثاني وجود لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمركز الثالث القاهرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمركز الرابع الهدرة لسمو الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، والمركز الخامس للشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني بنت عجلان، والمركز السادس الداودية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمركز السابع لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان النهيان، والمركز الثامن الفائزة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان النهيان، والمركز التاسع لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان النهيان، والمركز العاشر لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. مشاهدينا الأعزاء، مثل ما تابعتوا وإيانا مزايا التي أهدت ناموس هذا الشوط لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى المقام السامي لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان نقدم تهانينا جميعا على هذا الفوز.
ومزايا قطعة المسافة في زمن وقدر 9 دقائق و44 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا وتهانينا لمضمرها أيضا السيد محمد بن غريب بن راشد الجتبي على هذا التضمير الجيد. وجاءت في المركز الثاني وجود اللي قطعت المسافة في زمن وقدرة 9 دقائق و45 ثانية وعشر أجزاء من الثانية. تهانينا سمو الشيخ حسام بن راشد عيد المكتوم والتهاني أيضا للمرة محمد بن سلطان بن رشيد سوي. وجاءت في المركز الثالث القاهرة التي قطعت بدورها مسافة 6 كيلومترات في زمن وقدرة 9 دقائق و47 ثانية و14 جزء من الثانية. تهانينا سمو الشيخ حمد بن راشد بن سعيد التوم وتهانينا لمضمرها السيد فيصل بن طالب بن شريم. مشاهدينا في هذه اللحظات